هلا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح نسوي خلطة بهارات البرياني اللي راح نسويها احنا بالبيت، اللي دائما كلش هواية سألتوني عليها ودائما تسألوني شنو نوع البهارات اللي تستعملوها. اني استعمل هذه الخلطة اللي هي خلطة ماما وبيبيتي، يعني جدتي. أنا ما أستعمل بهارات مطحونة من السوق أبدا، أشتريها حب وأطحنها عندي بالبيت. اليوم راح نسويها سوا وأعلمكم هذه الطبخة اللي ممكن تستعملوها بكل أنواع الأكل، وما راح تستغنون عنها نهائي، وراح تبطلون تشترون من السوق بهارات ثانية. وإذا هاي أول مرة تشوفون فيديوهاتي فأكيد أنتم ما تعرفوني، فبليز سووا لي سبسكرايب وسووا لي لايك وفعلوا لي زر الجرس حتى تجيكم تنتن من أنزل طبختي. يلا نبدي، يلا نبدي. أول شي نختاره، لازم نختار محل اللي نختار من عنده البهارات اللي راح نشتريها، وكل أنواع البهارات اللي راح نشتريها، وأكيد اللي راح أخلي لكم الوصف بالوصف، كل الأنواع البهارات اللي راح نستعملها راح أخليها بالوصف. نختار من عندها الكمية هي 50 غرام، وهذه 50 غرام راح تسوي لنا كمية كلش هواية، يعني ممكن تكفيكم سنة إنه أنتوا تستعملوها. شوفوا أني هذه كل نوع 50، يعني يطلع 55 51، ما تجي مضبوطة. المهم نبدي بالمكونات. الدارسين اللي هو القرفة نشتريه عواد طبعا، وإذا ما قدرتوا تطحنوه بالطاحونة عندكم، ممكن نوعيتها مو زينة، ممكن تشتروا باودر وتضيفوه للبهارات. هذه جوزة الطيب، هذه المفروض تنتبهون عليها كل الزين، لأنه دائما دائما داخلها تطلع هذه الحبة اللي راح نستعملها وراح نطحنها تكون بها عفن، فننتبه عليها. الزنجبيل هنا أنا استعملته باودر، لأنه بصراحة أكثر من مرة جربت أستعمل الزنجبيل المجفف، كان بالطحن شوية صعب فاستعملت الباودر. هذا الورد احنا نسميه جنبد ورد بالعراق، ممكن ما تلاقوه بأي مكان، ممكن تستعملون أكو أوراق الورد المجفف. إذا استعملتوا هذا النوع فممكن إذا تشيلون هذا ما أدري شو اسمها القاعدة مالته، هذا الأخضر تشيلوه من عنده تفلسوه، وإذا ما شلتوه ما راح يأثر، يعني ما راح يبين، بس الأفضل إنه تشيلوه. الكبابة هي البهار الحلو، هذه كلش تنطي طعم بالأكل، وحتى مرات لما واحد يسوي تشريب اللحم تخلوه وياه كلش طيبة تصير. فلفل أسود، هذه كزبرة ناشفة. هذه المكونات الثلاثة لازم تنتبهون عليها، هن شوية أشكالهن نفس الشكل وتقريبا نفس الريحة، بس أطعامهن تختلف. أطعامهن شنو؟ أطعمة يعني مالتها تختلف، اللي هي اليانسون والكمون والحبة الحلوة. حبة الحلوة اللي هي يسموها بلاد الشام الشومر، طبعا هذا المكون الرئيسي للقرنفل، ممكن تزيدون من عنده هو والهيل، يعني ممكن تحطون 60 غرام 70 غرام بالخلطة وياها أو نفس الكميات. هذه كل المكونات اللي راح نستعملها بخلطتنا. طبعا نجيب فد طاسة أو كاسة كبيرة ونخلط كل المكونات سوا، خلطة كبيرة نسويها مثل ما تشوفون هسه. نخلط الكميات كلها مع بعض مثل ما شفتوا ونبدي نطحن، طبعا حسب الطاحونة اللي عندكم والكمية اللي تستوعبها، فحاولوا انتو تستعملون طاحونة القهوة، لانه انتو مثل ما تشوفون البهارات اللي عندنا بها مثلا الدارسين، بها جوزة الطيب، الهيل، هذني كلها اشياء قوية ممكن تكسر الطاحونة اذا كانت الطاحونة ناعمة، فيفضل انه تستعملون سكينة اللي تطحن القهوة تكون قوية. فنبدأ نطحن بيها وراح تشوفون الكمية، هذه الكمية اللي 50 غرام اللي اختاريناها، الكمية كلش هواية راح تصير، يعني ممكن حتى توزعون من عندها لأصدقائكم ولأهلكم ولقرايبكم. طبعا ما تتخيلون الريحة اللي قبت بالمطبخ بعد ما طحننا، شوفوا الشكل والفرش شلون يخبل. شوفوا أنا بعدني طحنت نص الكمية، وشوفوا الكمية اللي صارت عندي، يعني اضاعفت، الضعف راح تصير.
راح اطحن باقي الكميه. طريقه التخزين هنا انا راح استعمل الكميه اللي راح استعملها يوميه باليوميه راح اخليها بعلبه زجاجيه، والكميه اللي راح احتفظ بيها بالفريزر، ويفضل انه احتفظ بكميه كبيره بالفريزر واخلي كميات صغيره صغيره شوي شوي اطلع من عندها واستعملها، راح اخليها بشيشه، لانه البهارات اللي عندنا بيها قرنفل وبيها هيل ممكن تتفاعل ويا العلبه البلاستيك، بينما لما تكون بالفريزر اتس اوكي يعني. وها هي، وهذه البهارات اللي راح نستعملها، تستعملوها بالبرياني، تستعملوها بخلطة الكبة، بكل شيء راح ما تستغنون عنها صدقوني. وهذه راح تكون البهارات الوحيدة اللي راح تستعملوها. وألف ألف ألف عافية.